بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. مرحبا بكم في برنامجكم خليل تونس اللي تلقاوه كل يوم على نسمة قناة العائلة. كما تعرفوا اللي احنا نعيشه في ظرف استثنائي، أزمة كورونا وتأثيرتها على العالم الكل وعلى تونس. وكما تعرفوا التونس الكلها اليوم محتاجة دعم أخواتهم اللي يتفرجوا فينا توا واللي ينجموا يقدموا العديد من المساعدات للناس اللي تستحق في الظرف هذية اللي قاعدين نعيشه فيه. احنا قوافلنا الخيرية بفضلكم انتوما اللي تتفرجوا فينا واللي ديما تقدموا لنا مساعداتكم. فضلكم انتوما القوافل الخارجية الخيرية قاعدة تخرج كل يوم من رادس معبية. بخيركم انتوما الخليليين والخليليات، والوجهة كانت المرة هذه ولاية صفاقس. خليل تونس باش نكملوا متابعتنا قفلة الخير اللي تقوم بها جمعية خليل تونس، والوجهة المرة هذه كانت ولاية صفاقس، ويتم تقديم مساعداتكم للناس اللي تستحقها. رحلتنا انطلقت لمنطقة العويبد القريبة من الخزانات اللي وزعنا فيها عدد من المواد الغذائية الأساسية ووصلنا أمانتكم. We'll be right back.
وجهتنا الثانية كانت منطقة الغريبة، وين قامت جمعية خليل تونس باللازم مع العائلة المحتاجة. وجدنا ثلاثة كانت معتمدية عقارب اللي استقبلونا فيها الأهالي، فرحوا بينا كيف العادة. خليل تونس تحب تشكر كل اللي قدموا لها يد المساعدة، واللي طوعوا باش أمانتكم توصل اللي يستحقها، وتقولكم بارك الله فيكم ويرحم والديكم، والله يرحم خليل. كما كنتوا تشوفوا في قوافلنا الخيرية اللي وصلت لولاية صفاقس وحاولت تقدم العديد من المساعدات للناس المحتاجة، كما شفتوا يعني عملية تفريق المساعدات كيفاش كانت بكل حرفية وإتقان وتعقيم زادة. احنا نخافوا على الناس اللي نقدموا لهم المساعدات اللي تجيبوها انتوما، نخافوا عليهم من انتشار الوباء هذايا، على هذاك قاعدين نقوموا بمجهودات كبيرة في التعقيم وفي عملية يعني خلينا نقولوا كيفاش نحطوا المواد الأساسية الغذائية في الكرادن قبل ما نقدموها للناس اللي تستحقها. وانتم اللي تتفرجوا فينا وكما تعرفوا، ونزيد نذكر مرة أخرى اللي احنا نعيشوا في ظرف صعيب برشا، وكل تونسي توا قاعد في داره يعرف شنو قاعد يحس هو، وهو عنده كل المستلزمات وكل حاجياته عنده. خلي إنسان ضعيف ما عندوش لا منين يأكل لا منين يشرب. إن شاء الله انتم اللي تتفرجوا فينا تقدموا لنا مساعداتكم على رقم تشوفوا فيه أسفل الشاشة اللي هو 46 555 557، وما تنساوش مع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير، والله يرحم خليل وشدوا دياركم. خليك للتوانسة خليل، وعاون المحتاج والقليل، وانتي زادة يلزمك تعاون.
اتصل بنا على الرقم 46 55 55 57، ومع خليل تونس سبق الخير تلقى الخير.